هل كذا قيد يعذى أقبل شو نعمك سوما اللهم صل على محمد حقي قبل كيسل النوار أكثر يا وحي أبك التاكن وحاس كسو هذا يصدح قول قبل قيدي بدل كيبا وابرعيو بر بريه دهر قيس انت كلام مع ارقام راسي مثلا انا وضك وحب هي داق بشو بهي بل ايربان كو قد مريا مركا ورسا اسمي قوضاني انا قوضان ماي انت ارقاء نوتيمي اكلا شات كهيد اي عداني مدوب لهيد سلادين لهيد بيع مشتري لهيد ولد لهيد إذا أنا أقبل المشرتو مركز تو أنا أقبل أنو موسى أنا أقبل مركورة مركز دمك بحي وحن كل شيء جاي بلن كهذا قال يا إسلام قال لك شو إن في سوى شيء ديني إن هشيسكي رسولك عليه الصلاة والسلام والله قال لي قلدي قال هاي غير مكة صنع عمر يسوس لها سنة كل حد بهيد عمرنا ذي مركو سريتك أيه ده دجال بابلي أصحابتي والله تشوفهم حنو يا الله أو بكر بوذيو حولي تيجي نقول عمرنا نسعني هذا بلاك رسولك هذا بحال ضو يا لك على هذي رسولك وحي يا لك إن قفكي قال لك هي ما دي صو إسلامة إلا سعليه يضل فليه أيه كي جسكي كالقرينين إن كي سيبوس رسالة كحليمي مركاسي وعباضية مركاسي علي كما يقول يا كرسي علي بولي وحي لي بسم الله الرحمن الرحيم كغربولي ورانو الرحمن يا الرحيم يا واحد نور سكران مهني بسم الله اللهم كغربولي مكت وحي لي وانا قونا سنة سنة كم بحسب سنة دابا يمر سنة وحا لقاها لي انا وحا هي تيرير كيد الاسلام قال لي ورسول ما دي بيد فرين وتي لا هي بيد فرين هذا الرسول كو شيس بر قال واي رشيد ما علينا امك قاب كان يبي دين عيد ورشوينكا يو خلاف كان عصبي سو ايديده ما له لبد غلو او كو هشين واي حنانكي ودا شرعي اي كو ودا شقين لهاين لبد غلو ما لها اسغا لخدغي لبد غلو ارينكني برلمانكو يسو غدبيين اسغو افكي سو كو يري مركو خيركي شقال لا سخني هل مرو كليه لعلن كرا إن بكنا هدو علينيو أو واحد السورشيمين أو كواركو إنه برلمان كسو عليامين وحكالا حقو الله إنه محكمة دا قد بياد بعد أحد السورشيمين أو كواركو إنتي من ميلين قولا أشقابا كل هين وبالك كيمي أيو كعلي لكن يسوق حولها كسو هشي أنا أعرف تاسمان أكون مغادرة وحكا ترى ما ترى يا موسى وحو الدوني ينو عقل قمض عايب الدوني موقت ومضى وحو نليه وحبا قرن ما يسألنو بقرن يا ودستوريان isaga qoray warqada oo lahaa markii xeerkii shaqala mar unba la isku celin karaa muuse ma doonayo dalkan inuu khilaaf ka baxo muuse wuxuu doonayaa dalkan inuu mar walba khilaaf geliyo meeshana ku fadhiyo boqortooyina ka dhigto arinta markaa maxaad aragtay suluugti markaa saa leedahay deesher lixii lixii toddobaad toddobaadna waxay dhigayaan heerade inay gool hal mar isku celin karaan halkii mar way isku celiyeen madaxweynaha la gudbiyay إن بكنا واحد تهي أرنك حلق وحية إن أن شرعي قالوا تبين صدحنين أو سلابان يو إنك هين يو موسى لو تبين ما شرعي وضنك كونستيوشن اللي وي شرعي كنت تاقين برلمانكو هدو سعيح وينا تطبع شاور دارمانا يا ساسو كو أسعيه شرعي وحن كلاو شيقيا موسو وحاوي انت تصعطي انت دكتاتير بضن باع عالم كسومري قدافو الحوق وينا وصومري سدام الحوق وينا وصومري ويكل وين وحن كل ايه تلا ارمان ارمان كسينية تلا وين اللي ما كسينية وردد يد دنيا بما تود بحدا انت يلا بي صدن كاسنا والله صدن لنا كرسي ما تكفر دي وردلك خلاف كسار بان لي بيش دحو حن لي قولان ساق وحن لي وحن لي سكارضو سارا لأركي عصا عصتا وريارهن حسبي مين قالين يا هيرمنا سيلاي مرك لسار يا هيرمن كسار نوا قديانا قبيلات بو كل مياه كاني إلى بيحمر كل سار يتشاغانتي وتي هذو قبيلات باي لو كسار
maantana niman qatana 27 sanadood oo tirsanaya Cabdiraxmaan Tuurna in loo laalaabay markuu dalka xoreeyay ayaa meesha sugan yahay wax maantana beesha dhexe la isku hadlay beesha dhexe way kari karaysa inay muuse tahay dalka iyo dalka badbaadso muuse dalka iyo dadka hadaan laga badbaadin ama ha laga wareegamin laga wareegin way Rashid Macallin madaxweynaha wada eedeynaysa isaguna wuxuu yiri doorashadan waqtigeedii baan ku qabanaya xeerkuna 12 hadduu dhameystay uu dhaqan galaya maxaad kale adigu asluugtaad madaxweynaha ku dhaliilaysa muuse wuxuu labada gola haysayste haddii soo dhamaa soo kala dhamaadaan anigu saxiixaya bam uu isagu dhigay ayuu ku leeyahay haddii soo dhamaadaan moogti waxaan leeyahay inuu isagu bandhigay maxaad ku cadeynaysaa Rashid Macallin waxaan ognahay arum dadkani Google bay ku wada fadhiyaan inay salaamaan iyagu basbaasiyeen inay warqada qoreen inay deenda salaamaan saxay wuxuu dhawaan hayna imikana inuu doonayo kuma shakee inuu eriyo kala dilana waa hayna iyana ku dhaqsaal leena yaa bal waxaad ka shabad leedahay qabku kuma shakee u kala eriya waa kala dilaya hadii sidoo kale dil jiray walba kuma cusbade kobladee qolooyinkan heego ama qaxo waa noqonaa shaqooladooda kobladee tababarkii ba haystaan uu soo tababaray ninkii dictatorka ayaa siyaad barre waad aragtan oo la socotan way horiyaashi ilig waa weriye professional ah waa nin degan waa nin aqoonteeda werinimo leh yaa dookhayga maxaad ugu shaqooyada baa ku xidhiyay wax kale oo ku xidhiyay ma jiro waa ogtihiino gobolladii wax loo soo diray inama yareer oo madaxa soo duubta ama dee Hargeysaba deedna iyagoo madaxa duuban bay qofkana madaxa u duubaan war waxaas waxaanu ku dagaalannay waa wixii aanu diidnay ma dhacayso ummaddan xorriyadda laga qaadaa ma dhacayso dood weyn ayaa ka dhalatay maqaal uu baahiyay toddobaadkan agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee Niise Fahad Yaasin Xaaji Daahir maqaal aad u dheer waxa uu kaga hadlay hog Fahad hoggaaminta Ismaaciil Cumar Geelle gaar ahaanna galka kuwa jaansoo kabashada dowladnimada Soomaaliya iyo doorka Jabuuti waraalka Fahad faafiyey waxaa jawaab degdeg ah ka bixisay dowladda Jabuuti iyo qaar ka mid ah kooxaha siyaasadeed ee Soomaalida oo qaarkood ay Jabuuti gacanta ku hayso wasiirka awoodda badan ee Jabuuti Ilyas Dawaale oo ka mid ah xubnaha loolanka ugu jira sidii dhaxalka kursi ay uga qaadan lahaayeen Geelle ayaa qoray jawaab celin taabanaysa sida hadalka Fahad Yaasin ay u diidan tahay madaxtooyada Jabuuti iyo siyaasiyiinta aragtidiisa dowladiska Soomaaliya ku taabacsan nuxurka qoraalka Fahad Yaasin Fahad oo looga baran inuu si furan u dhaliilo madaxda Soomaalida wuxuu dhawaan ku soo biiray barta Twitterka taasoo dad badan gelisay dareen ah waxaa keenay in agaasimihii hore ee Niise Fahad Yaasin uu xilligan ku soo biiro baraha bulshada xilli uu sheegay inuusan u baahnayn inuu ku soo biiro goobtan tan dad badan waxay ku dhaliseen in Fahad Daahir laba arrimood mid uun ugu soo biiray goobahan inuu muujiyo inaan magiciisa lagu isticmaalin ciwaan kale oo taas wax dhaafiisan uusan u socon iyo in qaar kale oo ku soo beeyay inuu sii deynayo xoogaan hore Soomaalidu u maqal ama aysan xog buuxda ka haysan siidaynta maqaalka uu kaga hadlay Ismaaciil Cumar Geelle ayaa loo arkay inay tahay in Fahad uusan u imaan barta AKs joogis uuna u baahinayo xoga la xidhiidha xaalka gobolka si waayaaranimadiisa ugu gudbiyo dadka taageera kuwa dhaliila iyo qaar aan weli helin galal badan oo dadan waay ka mid yihiin kiisas aan weli si rasmiya loo gunaanadin maqaalka oo ciwaan uga dhigay ciil walaal waxa uu agaasimihii hore ee Niise ku soo qaatay shan dhacdo oo Ismaaciil uusan daacad dhex iyo Hilton oo ugu muujin Soomaaliya la taliyay hore ee amniga qaranka xilligii farmaajo waxa uu bannaanka keenay xoga dad kooban hayaan waa haddii aragtidiisu ay tahay tan saxane meelaha ugu muhiimsan waa halka ay Jabuuti ka istaagtay kiiskii badda Soomaaliya oo Kenya ku qabsatay khilaafka labada dal ee Muqdisho iyo Nairobi waa Jabuuti la safatay dhinaca Kenya iyo go'aankii dhexdhexaadka ahaa ee xaaladdan ay ka qaadatay Fahad oo waqtigaasi joogay hay'adda awoodda badan ee Niise waxa uu hadda sheegay in xoogaalnimadiisu ay ka yaabtay sida Ismaaciil Geelle dalka Soomaaliya ugu heeliyay midtan ka daran waa kiiska taagan ee Abiil iyo doonitaanka Itoobiya ee badda Soomaaliya Fahad waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Geelle inuu dhakray madaxweyne Xasan Sheekh oo u yaqaanay walaalka weyn markii ugu horreysay agaasimihii hore ee Niise waxa uu noqday qofkii koobaad oo si cad ugu eedeeyay madaxweyne Geelle inuu ogaa heshiiska xadgudubka ku aqarnimada Soomaaliya wuxuu tilmaamay inuu sidaasi u sameeyay Geelle si uu uga dhunto cadaadiska Abiil ka haystay dhinaca Jabuuti oo markaas Itoobiya ay baadi goobaysay inay dekedo iyo bad gaar ah ka hesho dalka yar ee Jabuuti taana ay ku riixday madaxtooyada Jabuuti inay abuurto kiis madaxa la isugu gelinayo Soomaaliya iyo Itoobiya
يدو دقرتان اي ملايكتاي دين عجبوتي فاضحو شاقينو ويقا نمد حوين اقيل لعيل ورال ووسن ولق استاريخ دا مالي نوهي لين سوماليا وحو كحو تيسي انو هال مرأو كليا وهي ليا مد حوين حاسا شير ويساق اسماعيل هال قار ووحو اسكر حجيا وونا هي ليا كيسكا ايتوبيا اي تاغن او عدايا موقف كيسا رسميقا او بنان كيال لغو لكن داد بدان ايا قبا انجيل لأوسن كود عيكارين انو بنان كاللي ما دو عرق تيديسو كوة چهان هشيسكا شرع درادا اي عد السوابا لغو السيحي بلوغي بشاننا كدب غرال كفادو حاج جواب بحيا دينا عا صوماليا نكهل لي ارقا قفيلا صوماليا وقابل سن وذا هذا الكهر قيسا ايا مقدشو كاسو اللي اميسان يهانو قيب كاها وذا هذا الذي جبوتي كود احمراي تدباد يا كور حسن شيخ اسماعيل عمر قيل لي ايا مصبيحي كواسو اقاسمي هورا اي نيسا شيغين ايا هالكا دقارتا اسافقارا كشرع درادا اللي قبيني اي لكن جبوتي اللي بدا سياسي عنف كونفورتا كي يمينسكم الدينين وزير كماليات دي جبوتي الياس موسى الدوالي هي كتشوابي قرال كفهد وحو شاقين فهد يكو حديسة وحنون نعايبا كود عاي او وحكا سو حمانا ايو ساريان مدحوين اقيل لي كو حدي قول در ريستا ايا فهد با وحا كود عاي حنون هدي اي فرصة دي هلان وحا يكود لليان مدحوين اقيل لي اير وزير كماليات دي اي دحالكا كورسيقا يسكو هايستان لنعيه كلا او قدها جبوتيا انكا سو الياس دوالة سي عرال او حوغن او غور عليه قرال كفهد او حيغان ايا تاريخ ايا دعدوين كما هادال نحر كايدا ايا هدي اي سن جرين با بلسا واحو سي قدود دي دي ورقاد دي ساقو شاقي ان قرال كفهد اوسان شخصية دي قيل لا وحبا كبدلين مبينين من الرومين لما ان قرال لدي كي يمد ان عفهد ياسين قرال كجواب تا وها مدى ادو قد دفاعي وزيركو مدحوينه سواحا كم وقتي سيدة جبوتي ودي دي سي قرال كفهد كاسو هذا القيبهان دود بدن دليي داد بدن عيسو يدين ايان حوقاها وحن بارسن يهي جبوتي يفهد ياسين بشي سبتمبر لباكم كوبيا لباتنكي magaalada Jabuuti gaar ahaan garoonka diyaaradaha waxaa lagu xiray isla markaana dib looga celiyay Fahad Yasiin oo ka yimid Turkiga kuna socday Muqdisho dhacdadan oo mar wareysi siiyay Gelen Media Fahad Yasiin ku sheegay heer shir qol ay dawladda shaqeeyay ka shaqeeyaan balse aanu fulin sidii loogu talagalay waxa uu ku sheegay hadfal dambiyo oo Jabuuti qayb ka ahayn dalkeedana lagu sameeyay taas oo ila maanta aysan in jamhuuriyadda Jabuuti faahfaahin ka bixin in qoraalkan waqtigan ku soo beegmo waxaa loo arkay mid muhiim u ah dadka Soomaaliyeed si loo abuuro dood keenta waxa Jabuuti ka ogtahay heshiiska badda ee dhinaca Addis lagu gaaray maadaama saacadda kadib markii Muuse iyo Xasan Sheekh uu kulansiyay Geelle oo madaxweynaha Soomaaliland u duulay Addis Saada halkaana ku saxay heshiiska Itoobiya ku damaacday dhulka iyo badda Soomaaliyeed dhacdooyin kale oo shaqo weyn abuuraya ayaa ka soo baxay Jabuuti oo xilligan haysa madaxtinimada urur goboleedka ee Gaata wali ma cadda doorka Jabuuti arintan ku saabsan si waadaxa waxaan dhawaan soo baxay shirka dhaca Jabuuti oo Itoobiya codsatay in looga hadlo arinta damaca aan sharciga ahayn ee Itoobiyaanku ku doonayaan badda Soomaaliyeed lama yaqaan falcelinta dawladda Soomaaliya ee ku saabsan shirka xilli madaxweyne Xasan Sheekh la rumaysan yahay inuu daacad ka yahay in damaca sheeyaha laga hortago laakiin jidka loo marayo iyo cidda loo kaashanayo wali hormaag xoog leh ayaa saaran madaxtooyada Soomaaliya ayaana wali galka u abaabuleysa si hooseysa marka laga hadlayo dalalka kala duwan